بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما احبابي واحباب شفية المغربيه لكم مني السلام تنطلب الله سبحانه وتعالى يلقاكم هذا الفيديو وانتم في احسن الاحوال ان شاء الله بحول الله وقوته على حسب الطلب آه الناس اللي باغين يكونوا عندهم عمل او يكون عندهم زواج أو يكون عندهم وظيفة أو يكون عندهم خطيب إن شاء الله بحول الله وقوته غادي نحط هذا الوصفة إن شاء الله تتعرفوا أوراق الغار هما تيحطوهم الناس في الطاقة الإيجابية يديروهم للحسد يحرقوهم على حسب الحسد منافع ديال الأوراق الغار خطيرة جدا ولكن اليوم غادي نعطيكم واحد الصيغة جميلة لجلب المطالب أي حاجة بغيتها بإذن الله الواحد القهار غادي إن شاء الله بحول الله وقوته غادي نعطيكم هاد الوصفة اللي غادي تمنوا وترجوا وربي غادي يعطيكم اللي فيها الخير ولكن حاجة وحدة ديروها بيقين ديروها بوضوء ديروها بالصلاة على الحبيب والاستغفار الله سبحانه وتعالى كريم الله كريم جواد رحيم البنت اللي عندها تعسير الزواج غديرها غد بنية ديال تعسير الزواج كان الولد عاطل عن العمل غيديرها بنية جلب العمل ولكن غادي ديروها بيقين هذا هو الشرط الوحيد غادي ناخذ واحد 250 غرام ديال اوراق الغار غادي نجيبهم من عند العطار العطار يقول لهم يعطيهم لكم كاملين ما يكونوش مكسرين يكونوا بحال هكا يكونوا اوراق الغار او اوراق الرند او ورقه سيدنا موسى كما نقول حنا في المغرب ورقه سيدنا موسى ولكن نكون نجيبها بيقين غدا نديرها على حاجه او حاجتين او ثلاثه الحوايج ماشي مشكل ولكن بغيت نتزوج او بغيت عمل او بغيت نكون عندي خطيب او بغيت الخطيب يجي يخطبني غادي ان شاء الله نديرها على هاد النيه نجيبها ونمسحها من الغبره ولكن نحطها في الغرفه اللي انا تنام فيها كل ليله غادي ناخذ خمسات الورقات على وضوء البنت اللي ما تكونش على وضوء تخلي تيكون عندها وقت وغادي ديرها ان شاء الله آه الوقت اللي نصلي ركعتي الاستخاره آه بعد ما استغفرت آه سبعين مره وصليت على الحبيب سبعين مره وحطيت الامنيه ديالي وغادي ناخذ السبحه وغادي ناخذ العدد ديال سبعين مره آه غادي نقرا على هاد اوراق الغار يا معطي يا معطي يا معطي يا معطي يا معطي يا معطي اسم من أسماء الله الحسنى يا معطي يا معطي يا معطي يا معطي غادي تقراو سبعين مرة يا معطي يا معطي يا معطي غادي نقرا كاف ها يا عين صاد سبعين مرة كاف ها يا عين صاد آه غادي نقراها سبعين مرة على هذا الورق وغادي نقرا كاف ها يا عين صاد آه بعد ما قريت الحروف النورانية اللي فيهم خير وبركة وفيهم محبة وقبول سبحان الله يحيدوا الهم يحيدوا آه التعاسة يحيدوا النحس اللي عند البنت ان شاء الله ونحاول نأخذ هذوك الورق نحطهم تحت الرأس ديالي ليلة كاملة من بعد الصباح غادي نهزهم غادي نحطهم في واحد المنديل يكون ابيض يكون ورقي او زيف ابيض وغادي نديرهم في الصاك ديالي او في المحفظه ديالي الا كنت كنت في العمل نديهم للعمل كنت سنخرج نخرجهم معايا في يكونوا معايا في الشنطه حتى ياخذوا الطاقه ديال ديالي اللي فيما خرجت غادي ياخذوا هذيك الطاقه اي حاجه غادي يجمعوها لك خير وبركه يعطوك قبول يعطوك محبه بين الناس اذا غادي نشدها هذوك خمس ورقات غادي نحطهم فوق البوطه او فوق الغاز نحرقهم كل ليله قبل النوم بساعة نحرقهم ونشم هذاك البخار ديالهم ونتمنى أشنو بغيت ونتمنى آه نستنشق هذاك الهواء ديالهم أو نتبخر بهم نديرهم في حم أو مقلات ونتبخر بهم أو نشمهم اللي ما بغيتش تبخر بهم على الأقل آه تبخر الوجه ديالها والصدر ديالها فقط وانا ديما نداوم على هذه الصيغه كاف يا عين صاد وغادي نداوم على يا معطي في نفس الوقت هذيك الورق كل يوم غادي نبقى ندير نفس الطريقه غادي ناخذهم ناخذهم ونكتب الامنيه ديالي فيهم الانسان اللي باغي امنيته يكتبها يكتبها ويتمنى آه ويتمنى اشنو بغا وفي نفس الوقت آه في الليل يحرقهم ويشم هذه الرائحة ويمشي نام يقرع خمس ورق مدة 11 يوم يدير هذه الصيغة ويتمنى إن شاء الله أش نبغى إما إما عمل ولا زواج ولا خطيب ولا حبيب ولا أي حاجة أهم حاجة ديروها بالصونية هذا هو الأهم لأن أي حاجة تديروها بالصونية يكون فيها خير وبركة غنداوم عليها هاد المدة اللي عطيتكم نبقى نقرا عليهم في الليل نديرهم تحت الراس ديالي نخليها معايا في المحفظه الا كنت تنقرا او كنت غادي نمشي لاي مكان وغادي يبقاو ياخذوا من طاقتي في الليل غادي يحيدوا كاع النحس ان شاء الله وغادي في الليل نحرقها قبل من النوم بساعه وبعد ومن بعد نمشي ننام نقرا هاد خمس ورقات اخرى درهم تحت الراس ديالي وفي نفس الوقت نتمنى اشنو بغيت ونقرا يا ربي بحق اسم المعطي أه ان تعطيني سؤلي وبحق اسماء النورانيات ان تعطيني سؤلي أه اما عمل اما زواج اي حاجه بغيتيها تمنيتيها غادي ان شاء الله تطلبيها اذا ما بقى لي ما نقول لكم الا عجبكم الفيديو خليو لايك اذا عجبكم الفيديو أه بارطاجيوه او فعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد آه ان شاء الله بحول الله وقوته والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته